في القرن السابع الميلادي كانت الدولة الأموية في أوج توسعها، جيوشها وصلت إلى تخوم فرنسا غربا وحدود الصين شرقا، وفي القلب من هذا الطموح بقي هدف أعظم يتردد في آذان المسلمين، فتح القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، فتح بشر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فوجه الخليفة معاوية بن أبي سفيان أسطولا ضخما لمحاصرة المدينة عام 674 بقيادة القائد سفيان بن عوف، وكان النصر قاب قوسين أو أدنى. السفن الإسلامية تحاصر المدينة عاما بعد عام، والفتوحات تتقدم من البر والبحر، لكن عند أسوار القسطنطينية حدث ما لم يكن في الحسبان. انطلقت ألسنة لهب مرعبة من سفن البيزنطيين تحترق فوق الماء ولا تنطفئ، نار تلتصق بالأخشاب والجلود والحديد وتصهرها صهرة. ذلك السلاح العجيب كان ما عرف لاحقا باسم النار البيزنطينية، السلاح الذي أوقف أول محاولة لفتح المدينة وأخر تحقق النبوءة لثمانمائة عام. النار البيزنطينية كانت أحد أخطر الأسلحة الحربية في العصور الوسطى، ابتكرها المهندسون البيزنطيون، وينسب اختراعها إلى العالم كالينكوس الذي قيل إنه هرب من سوريا إلى القسطنطينية حاملا سرها، وقد استخدمها الإمبراطور قسطنطين الرابع للدفاع عن مدينته أثناء الحصار الإسلامي. كانت تطلق من أنابيب معدنية تشبه قاذفات اللهب، فتخرج على شكل سائل ناري يلتهم كل ما يلمسه ولا ينطفئ بالماء بل يشتعل أكثر. المقاتلون المسلمون ذهلوا منها ووصفوها بنار جهنم لما رأوا من شدتها، وبادت الرعب الأكبر في البحر لسنوات. لكن ما سرها؟ البيزنطيون تعاملوا مع تركيبتها على أنها سر دولة ولم تكتب في أي مخطوطة، لكن بعض العلماء اليوم يعتقدون أنها كانت تتكون من مزيج من النفط الخام، الكبريت، رانتج الأشجار، نترات البوتاسيوم أو الكلس الحي، وكلها مواد شديدة الاشتعال كانت تخلط لصنع لهب لا يرحم. تخيل نار تسكب على سطح البحر وتشتعل، كيف يحدث هذا؟ النفط هو أخف من الماء لذلك يطفو فوقه، وعندما يشعل يكون طبقة نارية. أما الكلس الحي فعند تفاعله مع الماء يطلق حرارة هائلة تزيد من اشتعال الخليط. بهذا التفاعل الكيميائي تتحول النار إلى كائن ناري متحرك فوق الماء يصعب إخماده ويستحيل مواجهته في معركة بحرية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.